بعد سماع صوت الأذان تسارع أبو سعدون ليتناول أول لقمة على الإفطار بنهم، لقمة تلو الأخرى. فبدأ بتذوق الطبق الرئيسي، ثم القليل من الشوربة والسلطة معا، ثم المقبلات، وبعدها ما تبقى من الشوربة، لينهي إفطاره سريعا بقطعتين من القطايف وكأس كبير من التمر الهندي. وإذ بآلام المعدة بدأت بالظهور، لتجعل هذه اللحظة لأبو سعدون درسا لا ينسى في تناول الطعام. فكيف يمكن تجنب الشعور بالتخمة في رمضان؟ الاستمتاع بالأكل وتناوله ببطء، يجب تجنب الإسراع في تناول الطعام، فلذلك أثاره وخيمة على الجسد. كما يفضل ترك بعض الوقت بين وجبة الإفطار والحلويات لمنح الجسم الوقت الكافي لإتمام عمليات الهضم. عدم خلط الأطباق والأصناف وأكلها دون انتظام. اعتمد تناول قطعة من التمر ثم القليل من الشوربة في بداية الوجبة، إذ يساعد ذلك في تحضير المعدة على استقبال الطعام بعد يوم صيام طويل قبل الوصول إلى الوجبة الرئيسية. التقليل من الأطعمة الدسمة والحلويات، فمثلاً قم بشوي أطباقك المفضلة بدلاً من قليها. هل سمعت يا أبو سعدون؟